مشاهدينا، ما زلنا مستمرين مع حضراتكم جماعة الفقرة اللي بنقرأ فيها أهم الأخبار الواردة في الصحف المصرية لهذا اليوم. هيكون معنا في هذه الفقرة للتعليق على الأخبار الكاتب الصحفي دكتور صبري الجندي، كاتب صحفي بجريدة الأهرام. دكتور صبري، أهلا بحضرتك يا فندم. أخبار صباح حضرتك يا الخير. فندم؟ صباح الفل، أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله يا استاذ احمد، يا يعني رب مختلف. دايما. خلينا نبدا مع حضرتك من الاهرام والخبر الرئيسي في الصفحه الرئيسيه، جلسه طارئه لمجلس النواب اليوم. صرح المستشار احمد مناع الامين العام لمجلس النواب بان مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسه طارئه اليوم السبت 13 اغسطس 2022 الساعه 12 ظهرا لنظر امر عاجل. تعليق حضرتك يا فندم. اعتقد انه انت عارف حضرتك انه مجلس النواب في اجازه، والمفروض انه سوف يعقد في دورته الجديده 5 اكتوبر. في اكتوبر صحيح. والمجلس يدعى في جلسات طارئه في حالات محدده، منها اجراء تعديل وزاري او تمام. تغيير حكومه. تمام. وبالتالي كل التكهنات ذهبت الى ان هناك تعديلا وزاريا، وكالعاده احنا يعني اجتهدنا من بالليل لدلوقتي ده حقيقة. في اسماء اللي قاعدين واللي ماشيين، وكل واحد مش عاجبه وزير او وزيره قال انها ماشيه، وعلينا ان نصبر قليلا الى انعقاد المجلس، وكل الاسماء اللي هيطرحها رئيس الوزراء المستمر الدكتور مصطفى مدبولي هتعلن وهيتم الموافقه عليها اليوم. يعني التعديل هيطرح الاسماء ويتم الموافقه عليها اليوم، اليوم لانه مش محتاجه تتحول الى لجان، قد تاخذ يوما اخر، لكن هناك تاكد ان هناك تعديل وزاري مش تغيير وزاري، تعديل وزاري بخروج عدد من الوزراء والوزيرات ودخول عدد زيهم في المجلس الجديد. ولكن وبالتالي من ضمن علينا ألا نستبق الأحداث، صحيح. وعلينا أن نتعامل مع هذا على اعتبار أن المرحلة الحالية بالفعل كانت تحتاج إلى تغيير وزاري شامل، وكانت تحتاج إلى رؤية اقتصادية لمواجهة الظرف الاقتصادي الصعب اللي بيمر بيه العالم واللي احنا متأثرين بيه. تمام. الإدارة الاقتصادية للأزمة الاقتصادية في مصر مش على بيروت، وكلنا قلنا هذا الكلام، والرئيس استجاب لمراءات المصريين اللي شايفة إنه، وهو كمان شايف الأداء أكثر مننا، وشايف كيف تقوم الحكومة بتقديم حلول كلها عبء على المواطنين. وبالتالي أعتقد إنه التغيير اللي جاي يمكن يكون اللي موجودين جدد لديهم افكار جديده ولديهم رؤيه جديده للخروج من هذه الازمه باقل خسائر ممكن. تمام، وصلت الرؤيه. يمكن زي ما حضرتك قلت من ليله امس في تكهنات باسماء وزارات كتيره واضافه وزارات جديده وتغييرات مختلفه، ولكن ننتظر لانعقاد الجلسه تعليق صائب الحقيقه. اشكرك حضرتك، شكرا جزيلا. الخبر الثاني يا صبري، احدث منظومه عالميه لشبكات توزيع الكهرباء تدخل الخدمه قريبا. شاكر للأهرام 47 مركز تحكم لتأمين التغذية بجودة عالية وسرعة إصلاح الأعطال. التفاصيل بتقول تنفذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاليا خطة شاملة لتأمين وتحسين التغذية الكهربائية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. الدكتور محمد شاكر في تصريحات للأهرام عن أن الخطة يتم تنفيذها على عدة محاور، حيث يجرى حاليا تنفيذ أحدث منظومة عالمية لإقامة مراكز التحكمات في شبكات توزيع الكهرباء، ومن المقرر بدء تجارب تشغيل 3 مراكز قريبا، بينما تم الانتهاء من تنفيذ 70% من 3 مراكز أخرى. تعليق حضرتك يا فندم. احنا قلنا قبل كده انه قطاع الكهرباء منذ أن جاء الدكتور محمد شاكر من حوالي 7 سنوات يشهد بالفعل تطويرا ضخما بإنشاء محطات لتوليد الكهرباء، بتغيير الشبكات، بإنشاء مراكز للتحكم في الطاقة الكهربية، وكمان لم يعد لدينا أعطال بنسبة مثلا 95% 96%، لم يعد يشكو أحد من انقطاع
كهرباء كما كان في السابق. الدكتور محمد شاكر من أبرز من تولوا وزارة الكهرباء، وأيضا من أبرز من تناولته الشائعات بأنها سوف يغادر موقعه بناء على طلبه. طبعا يعني هذا جهد رائع وعظيم من رجال وزارة الكهرباء والعاملين بقطاع الكهرباء، نشكرهم عليه. بقي أن يعاد النظر في تحميل المواطنين أعباء كبيرة نتيجة بعض الممارسات في قطاع الكهرباء تؤدي إلى أن المواطن يتحمل أعباء كبيرة، وأنه رفع الدعم وفقا لسياسات الدولة والحكومة عن الكهرباء أدى إلى ارتفاع كبير جدا في المبالغ اللي بيدفعها المواطن في الكهرباء. وبالتالي مطلوب إذا كان الوزير مستمر أن يعاد النظر في هذا، وأن يتم وقف أي زيادات زي ما الحكومة قررت، مش لنهاية هذا العام لكن لنهاية ربما العام القادم كله. طيب، من الأهرام أيضا 11 مليار جنيه لحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية. أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة أصبحت أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع التحديات الاقتصادية العالمية والاستجابة لجميع الصدمات والأزمات. وأكد قدرة الموازنة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية الجديدة بالتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية والحزمة الاستثنائية الجديدة التي تتجاوز قيمتها 11 مليار جنيه، وتستهدف مساندة الفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار والتضخم، والتي سيتم البدء في تنفيذها خلال الأيام المقبلة. وقال معيط: أننا نعمل على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتدبير التمويل اللازم للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا. تعليق حضرتك يا فندم. حضرتك عارف أنه دي الإجراءات اللي تم اتخاذها من قبل الحكومة لزيادة المبالغ التي تقدم في الحماية الاجتماعية. أنا شايف أن ده شيء إيجابي وشيء رائع، لكن أنا شايف برضو أنه برامج الحماية الاجتماعية، عارف حضرتك المثل الصيني اللي بيقول لك ما تدينيش سمكة لكن علمني إزاي أصطادها. هذه البرامج على أهميتها في الظروف اللي بيعاني منها المواطن دلوقتي، وخصوصا في الأسر المحتاجة أو الأكثر احتياجا، مهمة جدا. لكن طيب بعد ما تخلص البرامج دي، هل هنستمر في تقديم برامج حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، ولا نعمل لهم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ونوفر لهم مصادر للرزق ثابت، ونرفع عن كاهل الحكومة وكاهل الدولة الأعباء اللي المليارية اللي بتتحملها نتيجة تقديم هذه الحزمة من الحماية الاجتماعية؟ أنا شايف إنه أعلم الناس إزاي تشتغل، أساعدها إنها تشتغل، أساعدها في تسويق منتجاتها، أساعدها في توفير الخامات اللازمة للمنتجات، أفضل كثيرا من إني أدي إعانات وأدي فلوس على مدى سنوات طويلة لكل الأسر المحتاجة. ليه؟ لأنه الأسر نفسها هتعتاد على أنها لديها إعانات، والتضخم اللي بيحصل بيخلي قيمة الإعانة مهما زادت قليلة على المواطن، فالمواطن يقبض من الحكومة هذه الحماية المبلغ بتاعها ويشتكي يقول لك ده مبلغ صغير، ده أنا بيدوني كذا، وبالتالي اشتغل أفضل، اديله شغل أفضل. كل الأسر القادرة على العمل لابد أن تعمل، اللي مش قادرين على العمل لازم الدولة تتحملهم، ولازم الشعب في إطار التكافل الاجتماعي اللي حسفنا عليه الأديان يتحملهم. طيب، خبر آخر هام من الجمهورية: رد قوي من شوقي على إدعاءات أصحاب الـ 12%، باب التظلمات مفتوح، ماذا يمنعكم؟ السوشيال ميديا منصة للفتن والشائعات، المهم التحقيق الرسمي. تفاصيل الخبر بتقول: أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الشائعات التي أثيرت مؤخرا والشكاوى من بعض الطلبة بشأن النتيجة غير صحيحة. جاء ذلك عبر فيديو نشره الوزير على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان الرد الرسمي على التشكك في نتيجة الثانوية العامة والتشكيك في التصحيح باستخدام السوشيال ميديا
مجاميع 12% ودرجات مختلفة لنفس رقم الجلوس وباركود الشعبة. وقال شوقي أنه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة يوم 6 أغسطس وفي الخمسة أيام الماضية كان هناك حملات منظمة جدا وإلى حد كبير ممنهجة للتشكيك في النتيجة والتشكيك في التصحيح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة. تعليق حضرتك يا فندم. أنا بس عايز أقول حاجة، اتفضل. إنه البنتين اللي خدت 12 وشوية وخدت 12% دول من حقهم أو من حق أهلهم إنهم يشتكوا أو يشككوا في النتيجة، لكن اللي تلقفوا هذه الشكاوى وضخموها وشككوا في العملية التعليمية وفي عملية التصحيح الإلكتروني وفي الثانوية العامة بشكل عام، دول المتربصين بالوزارة والمتربصين بالوزير. ولازم نعترف انه الدكتور طارق شوقي رغم انه زي ما قلت لحضرتك قبل كده وبوجود الاستاذة اسماء انه انا متحيز لخطة الدولة في تطوير التعليم مش متحيز للوزير، وبما ان الوزير هو المعني بتنفيذ هذه الخطة فانا مع الوزير. تمام. وانا قلت لحضرتك قبل كده انه المقاومة شيء طبيعي لانه العدو الانسان عدوه ما يجهل، واحنا بنجهل هذا التطوير وتعودنا على الغش وتعودنا على الدروس الخصوصيه وتعودنا على حاجات كثيره جدا غلط. فلما يجي حد يضع خطه وتعتمدها الدوله لتطوير التعليم لابد ان يواجه بهذه المقاومه الشديده. لكن برضه لازم اعترف انه الدكتور رغم اخلاصه فيما يقدم هو مش قادر، رغم انه عنده صفحات تواصل وعنده فيسبوك وعنده واتساب يرد على كل الناس، مش قادر يتعامل مع الناس وفقا لرغبات الناس. يعني الناس عايزاه، يعني الان ونحن نتحدث الناس عامله فرح لمجرد شائعه انه ماشي، وانا اعتقد انه مش ماشي لانه بيكمل رسالته في تطوير التعليم، وبالتالي هو مش عارف يتواصل مع الناس، هو متصور انه بيتواصل مع الناس، لكن هو مش عارف يتواصل مع الناس بما يؤثر في الناس، وبالتالي الهجوم عليه لن يتوقف لا على الخطط بتاعت الدوله. انا عايز اقول لحضرتك اتفضل. المدرس اللي بيكسب نص مليون جنيه في السنه في الشهر من الدروس الخصوصيه كيف يقبل بتطوير التعليم؟ المدرس اللي ما بيشرحش في الفصل وبيجري طول النهار بره المدرسه كيف يقبل بتطوير التعليم؟ وانا قلت لحضرتك قبل كده لو انا اديت المدرس ده 50000 جنيه مش 5000 جنيه هياخدهم ويروح يدي دروس خصوصيه برضه، لان هو اعتاد على المبالغ الضخمه اللي بيجي بيها. شوف حضرتك المنظر اللي قلب السوشيال ميديا، المدرس اللي داخل بثلاث عربيات شفته. من تمام افخر الانواع صحيح. ومستنيينه بالاعلام، طب ده كيف يتخلى عن الدروس الخصوصيه؟ يعني بالمنطق وبالعقل كده يعني. صحيح. وبالتالي كل راغب في انه يقلد هذا المدرس ويبقى عنده فيلا زيه ويبقى عنده عربيات زيه لازم يلجأ الى الدروس الخصوصيه. وبالتالي يهاجم المنظومة بالكامل. وصلت مش كده ولا المقاصد، ايه؟ وصلت الرؤية يا أستاذ صبري. صحيح. طيب خلينا ناخد خبر آخر أخير، بنعتذر على الإطالة بس كان بنستفيد من وجود حضرتك معانا. اتفضل يا فندم. المفتي يشكر الرئيس لتجديد الثقة ومد خدمته، علام هدفنا الريادة الدينية والإفتائية لمصر في كافة الأنحاء. توجه دكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لقراره المد له في مهام منصبه مفتيا للجمهورية لمدة عام تبدأ من اليوم. وقال المفتي في بيان أن قرار الرئيس السيسي يعكس اهتمامه بالمؤسسة الدينية المصرية ودعم جهودها في تجديد الخطاب الديني، ويمثل قرار التجديد شهادة ووساما ودافعا قويا لبذل المزيد من الجهود لضبط بوصلة الإفتاء وتحقيق الريادة الدينية والإفتائية المصرية في الداخل والخارج. تعليق حضرتك يا فندم. أولا أنا دي تاني مرة يتم التجديد للدكتور الصديقي وأخي الدكتور شوقي علام مفتي التيار المصري. وفي المرتين كان لي الحظ اني اهنيه قبل اعلان التجديد على الراي العام. هذا الرجل مهما اختلفنا حوله هو رجل مهذب، رجل مجتهد، رجل بيتعامل مع الفتوى بشكل علمي ويتعامل مع الفتوى وفقا لضرورات العصر. الفتوى متغيره
لكن الدين ثابت ثابت ومؤكد، صحيح. وبالتالي هو يتعامل بالفتوى التي تلائم الأحوال اللي بيفتي فيها. الهجوم على الدكتور شوقي علام كبير وضخم، وأعتقد أن الرجل يؤدي واجبه ويستحق أن يجدد له، وإن شاء الله يعني نشوف فتاوى ترضي المواطنين بما لا يخل بصحيح الدين. إن شاء الله. أستاذ صبري بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم، ونعتذر على الإطالة. شكرا حضرتك يا فندم، شرف لي يا فندم أن أكون نورتنا. معاك. أشكرك يا فندم، نورتنا جدا. من الأهرام نستكمل مع حضراتكم أخبار اليوم. 1.9 مليار جنيه لتعزيز الخدمات للشباب. أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة العام المالي الحالي 22-23 تستهدف توجيه 1.9 مليار جنيه لاستثمارات عامة لتعزيز الخدمات الرياضية والشبابية، وأن الحكومة أعدت مجموعة من البرامج والمبادرات الخاصة بقطاع الشباب والرياضة لتحديث الاستراتيجية الوطنية للرياضة والاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء وتعميق المشاركة السياسية للشباب وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي وتنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية. من الأهرام أيضا خبر آخر عن إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية. وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المعنيين بالوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات الواجبة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى المنشآت الشبابية والرياضية في جميع المحافظات الجمهورية، وكذا داخل ديوان عام الوزارة ومديريات الشباب والرياضة ومختلف الاتحادات والهيئات الرياضية والشبابية، وذلك ضمن قرارات الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني والمرفق والمرافق التابعة لمختلف مؤسسات الدولة. بكده مشاهدينا نكون انتهت فقرتنا الأولى اليوم. معنا في هذه الفقرة للتعليق على الأخبار الكاتب الصحفي دكتور صبري الجندي الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. نكمل مع حضراتكم ولكن بعد هذا التقرير عن تنسيق الجامعات و25,000 طالب بالمرحلة الأولى بالتنسيق، خليكم معنا. منذ الساعة 9 صباحا فتحت معامل الحاسب الآلي بالجامعات المصرية أبوابها لاستقبال طلبة المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات، والبالغ عددهم 117,758 طالبا. بيبقى في بعض الطلبة وأولياء الأمور بيبقوا محتاجين مساعدة في الإدخال، فإحنا بنوفر معامل الكلية طبقا لتوجيهات رئيس الجامعة إن إحنا نساعد الطلاب وأولياء الأمور في ادخال رغباتهم، والموظفين بيبقوا موجودين علشان يجاوبوا على اي اسئله محتاجينها الطلاب واولياء الامور. احنا حاليا عندنا 4 معامل مجهزه لاستقبال التنسيق. وتبدأ الشعبة العلمية من 365 درجة فأكثر، أما الشعبة الهندسية فتبدأ من 341 درجة فأكثر، أما الشعبة الأدبية فتبدأ من 264.5 درجة فأكثر. انا جايه من الساعه 12 تقريبا وما كانش في صعوبات، انا جيت اللي هم ساعدوني في كل حاجه ان انا ادخل على الموقع واكتب رقم جلوسي وكل حاجه كانت تمام، يعني كله كان سهل. حطينا كل الكليات على حسب الموقع الجغرافي، حطينا القاهرة الأول وبعدين عين شمس، وبعدين بدأنا نملى بقى 75 رغبة الباقيين في المحافظات التانية باقي الكليات. يعني دخلوا على الموقع طلبوا مننا رقم السري ورقم الجلوس، وبعدها دخلنا قال لنا بقى يعني الموظف اللي كان معانا، سألنا انت عايز كلية ايه الأول وايه التاني وايه التالت، وبدأ يحط بقى انتساب وانتظام. في مساعدة في أحد الموظفين معانا من ساعة ما دخلنا اللي بنقف فيه أو كده هو بيساعدنا فيه. كنت عايز اسال بس يعني ايه ادب انتساب موجه ويعني ايه ادب انتساب والكلام ده كله، وفي شخص هنا ساعدني وقال لي ان هي انتساب موجه هي هي انتساب اصلا، بس فاحنا بدانا بقى نكتب على الاساس ده. هو بيبقى موقع بس فاتح ساعه وبعدين لو قفل منك بترجع تعمل الخطوات دي كلها من الاول تاني، فمجهود عليك بجد ان انت تعمل الخطوات دي من الاول كلها، صعب قوي. وأرجع مسؤول التنسيق ظهور كلية الألسن لبعض الطلبة أثناء تسجيل رغباتهم وعدم ظهورها للبعض الآخر إلى مجموع الطالب في اللغات، حيث يجب أن يتعدى نسبة 75%. أما كلية التجارة إنجليزي فيجب على الطالب أثناء كتابة رغباته اختيار الكلية
أولا، وعقب ظهور نتيجة التنسيق يحق للطالب اختيار التخصص ولغة الدراسة في التنسيق الداخلي للكلية. إذن فعلى مدار 5 أيام تفتح معامل الحاسبات بالكليات على مستوى الجمهورية أبوابها للطلبة الراغبين في تسجيل رغباتهم للتنسيق في المرحلة الأولى. لمياء موافي، التلفزيون المصري.